شنو درنا يعني كنا مسافرين وعيطوا لينا قالنا باش ديروا تحليله باش تدخلوا تخدموا ديروا التحليله باش ندخلوا نخدموا قبل ما ندخلوا نخدموا درنا تحليله حيت ودينا كنا مسافرين في الاول كنا دوزنا تحليله في الشونتي ديال العمل يعني عادي ولكن داروا التحليله فاش خرجنا كاين اللي خرج من العماله ديال سلام مثلا بالنسبه لي انا عيد في سيد بنور يعني فاش ترجع هنا خصك دير تحليله هذا هو اللي كاين مزيانه بخير الحمد لله اليوم دارنا التحاليل داكشي داز مزيان كلشي مزيان الله يسهل عليهم الله يحيد الله يحيد لنا هذا الوباء نطلب الله سبحانه وتعالى يحيد لنا هذا الوباء هذه ثانيه مره احنا في الشركه هذه ثانيه مره اللي درتنا والحمد لله كلشي مزيان اللهم لك الحمد الحمد لله في يوم العيد مشينا التحقنا بالابناء ديالنا في المدن الاخرى مشينا للدار البيضاء ودابا ملي رجعنا لسلا كان ضروري اجباري باش غادي نديروا التيست 9 سنين مره اخرى باش يعاودوا يتحققوا بان ما كاين حنا ما عندناش ما حاملينش الفيروس والحمد لله داز الامان لله داز الامور كما خصها تكون